لي سنتين مؤخرا حابه اني الحق شغفي بالرسم. من طفولتي انا بحب ارسم، وبالفعل بلشت ارسم بورقه وقلم، شيء بسيط. تطورت معي الاشي اني صرت استخدم مواد مختلفه، فحم، باستيل، الوان مائيه، لحد لما لقيت في ورشه للتصوير الزيتي في جامعه دار الكلمه في غزه، التحقت فيها. وهاي الورشة كتير فادتني، ركزت على موهبتي، خلتني أكتشف شغلات أنا بقدر أعملها من ناحية استنباط اللون من الواقع وعكس الصور الموجودة. حبيت أستخدم هذا الفن للتعبير عن نفسي وعن البيئة اللي أنا عايشة فيها. شجعوني في جامعة دار الكلمة أني أعمل معرض شخصي. طبعا كان هذا الشيء بالنسبة لي تخيلوا بعيد أو حلم صعب شوي أني أحققه، لكن الحمد لله قدرت أني أتفرغ لهذا الموضوع وأعمل معرض هدوء نسبي. المعرض هذا فكرته من البيئة اللي إحنا عايشين فيها، عكست ما يوحي بجونا في غزة، البحر، السماء، الألوان الجميلة اللي بتعكسها البيئة عنا في سمانا بحرنا في أوقات مختلفة من الصبح حتى المساء. طبعا هذا الشيء بيعكس هدوء مركز فيه على عنصر واحد في الصورة، طفل أو صياد أو شبكة أو قارب. الإمعان بالصورة بيخلي المتلقي لهاي الصورة يحس بالهدوء، إنه هذا الهدوء كتير في غزة. هل ما معقول أنت صورتي هاي الصور من غزة؟ هي فعلا مشاهد من غزة، تصوير واقعي، لكن طبعا إحنا رح نحس هذا الشعور في غزة لأنه هدوءنا نسبي. من هون أنا استوحيت هذا الاسم، هدوء نسبي طبعا للظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها من احتلال وحصار وظروف صعبة كتير إحنا بنعيشها. لكن بالرغم من هيك بنحاول بالرغم من صعوبة الظروف إنه نخلق إشي نحو مستقبل أفضل. طبعا الفن التشكيلي أسلوب جدا راقي لإحنا نوصل رسالتنا. طبعا القضية الفلسطينية بنفسها رسالة، ما إحنا يعني كفنانين في فلسطين ما بنلاقي صعوبة إنه إحنا نلاقي موضوع. طبعا هذا موضوع يعني أنا عم بحكي فيه مش موضوع جديد، إحنا بنحكي في هذا الموضوع دائما. وطبعا أنا لقيت إنه الرسم بالنسبة لي، لأني عندي موهبة بالرسم، إني بقدر أوصل المشاعر اللي أنا بدي أوصلها، وهاي المشاعر بتوصل رسالة للمتلقي وبتأمل إنها توصل.